السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أنتم الآن مع مادة اللغة العربية، وحصتنا هذه ستدور حول التطبيقات من أجل تثبيت التعلمات الخاصة بالظاهرتين اللغويتين النعت والتوكيد. كما جرت العادة، فحصة التطبيقات سنقف فيها على نص تتذيله مجموعة من الأسئلة، والنص كما ترون على الشاشة. أولا نقوم بقراءته، إذن حاولوا أن تتابعوا مع الأستاذكم. إنه الجفاف، الجفاف مرة أخرى، هكتارات أرض عطشة على مد البصر، في مواسم الجفاف تتغير الحياة والأشياء، حتى البشر يتغيرون، يصبحون أكثر حزنا وأقل تسامحا، تتولد في النفوس مشاعر تزداد غموضا، تفجرها بسرعة لحظات الغضب التي كانت كثيرا ما تتكرر. وحين يجيء الجفاف لا يترك بيتا في القرية دون أن يدخله، ولا يترك إنسانا إلا ويخلف في نفسه أثرا معالمه واضحة. وإذا كان المسنون قد تعودوا عليه لفرط ما مر بهم من زمن قاسية أيامه، فالكثيرون غيرهم لا يقدرون على مواجهته بالتصميم نفسه، لأن الكميات القليلة من الحبوب التي توضع جانبا لتكون زادا يخفف من الجوع لا تلبث أن تتسرب وتختفي، كما يتسرب ماء النبع أو كما يجف المجرى. وتبدأ بعد ذلك محاولات البحث المضنية طرقه عن خبز اليوم، وخلال هذا البحث تتراكم أحزان ومخاوف تظهر آثارها في وجوه الصغار وسهوم الرجال ودموع النساء. والنص مأخوذ من النهايات لعبد الرحمن منيف، صفحة 7، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبعة 10، 1999. إذن أول سؤال نفتتح به أنشطة الفهم، اشرح أو اشرحي المفردات التالية ثم ركبها أو ركبيها في جمل مفيدة. إذا الكلمات كما ترون أمامكم تتولد، مواجهة، يتسرب، مضنية أيضا، والكلمة يجب أن نشرحها كما جاء أو طبقا لسياقها في النص. إذن تتولد بمعنى تنتج، تظهر وتنشأ كذلك. لو أردنا أن نركبها في جملة مفيدة ماذا سنقول؟ مثلا تتولد أحاسيس الخوف في النفوس بعد تفشي وباء كورونا المستجد. إذن فهذه الأحاسيس قد تولدت وظهرت ونشأت في نفوسنا. نمر الآن إلى الكلمة الثانية ألا وهي مواجهة. إذن ما المقصود بمواجهة؟ نعم صحيح، إذن فمواجهة حينما نواجه شيئا معينا بمعنى أننا نقاومه ونتصدى له ونجابهه كذلك. إذن لنركبها الآن في جملة مفيدة، ما الذي ستواجهونه أو ما الذي تتصدون له ونحن في وضعنا الراهن الآن؟ ماذا سنقول مثلا؟ نعم صحيح، مثلا المغاربة تجندوا لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره. إذن فقد تجندوا لمواجهته، لصده، لمجابهته أيضا. الكلمة الثالثة يتسرب، ولو حاولنا أن نربط بين هذه الكلمة وبين ما رأيناه في النص القرائي بعنوان الماء والصحة، ما المقصود بيتسرب الماء؟ نعم صحيح، إذن فيتسرب بمعنى يتدفق، وكذلك في النص جاءت بمعنى ينتشر. والمثال سنقول يتسرب الماء من منبعه نقيا، إذن يتسرب الماء من منبعه نقيا. مضنية،
ما المقصود حينما جاء في على لسان الكاتب في هذا النص المحاولات المضنية؟ ما المقصود بالمضنية؟ نعم، إذن فالمضنية بمعنى أن هذه المحاولات كانت مرهقة ومتعبة أيضا. إذن في المثال سنقول أصبحت مهام بعض القطاعات الحيوية مضنية بعد انتشار هذا الفيروس. وحينما نتحدث عن المهام نقصد المهام أو القطاعات الحيوية، نقصد عمال الصحة وكذلك عمال النظافة، رجال السلطة، رجال التعليم. وبالمناسبة شكر موصول إلى الجميع الذين يتكبدون معاناة وكذلك يتكبدون مواجهة هذا الوباء. نمر الآن إلى السؤال الثاني. في البداية شرحنا الكلمات، الآن سنأتي بالضد، إيتي بأضداد الكلمات التالية وكذلك لنحاول تركيبها في جملة مفيدة. لدينا مجموعة من الكلمات أيضا سنحاول أن نقف على أضدادها. ما ضد عطشة؟ من العطش، نعم صحيح. إذن فضدها مرتوية ومسقية. لنحاول تركيبها في جملة. نعم، مثلا نقول سقيت قطة عطشة، أو هذه امرأة عطشة. غموض، ما ضد الغموض؟ نقول هذه مسألة غامضة. أو نعم، إذن فالغموض ضده الوضوح. لنركبها في جملة، ودائما نربط نربط الجمل بسياق وضعنا الراهن، ونقول مثلا ظهور فيروس كورونا المستجد يلفه الغموض، يلفه الغموض. إذن فظهوره غير جلي وغير واضح. ما ضد يخفف؟ نقول يخفف العبء. نعم، إذن فيخفف ضد هذه الكلمة يثقل ويزيد. إذن يثقل ويزيد، لنركبها في جملة، وهذا ما نجده في مجتمعنا الآن. مثلا هذا المواطن يخفف عبء وتبعات الحجر الصحي على جاره الفقير. ما ضد تختفي؟ نعم صحيح، إذن تظهر وتبرز. مثلا لنركبها في الجملة ونقول بعد أن تختفي أعراض هذا الوباء سيعود الناس إلى حياتهم المعتادة. إذن بعد أن تختفي أعراض الوباء سيعود الناس إلى حياتهم المعتادة، وهذا ما نتمناه جميعا ونسأل الله عفوه وعافيته. إذن نمر إلى السؤال الثالث. حددي من خلال النص بيئته الزمانية والمكانية. ولو تمعنتم وعدتم إلى أفكار النص ستجدون بأن أحداثه دارت في القرية أثناء فترة الجفاف، صحيح، وهذا ما أثبتناه. إذن تدور أحداث النص في القرية أثناء فترة الجفاف. السؤال الثالث، بناء على ما جاء في النص، كيف يصبح الناس في مواسم الجفاف؟ نعم، إذن حسب ما جاء في النص فنفسية الناس تتغير، يصبحون أكثر حزنا وقلقا وغضبا أيضا وأقل تسامحا، ومشاعرهم تزداد غموضا. إذن نمر الآن إلى السؤال الخامس. يقول لماذا لا يقدر الكثيرون على مواجهة الجفاف؟ لو عدنا إلى النص سنجد الجواب واضحا من خلال أن العديد لا يستطيعون ذلك، خاصة الأطفال وكبار السن، تصدي لآفة الجفاف لأن المؤونة تنفذ وكميات الطعام تختفي. سؤال موالي، ما أهم الطرق في نظرك لمحاربة الجفاف أو التخفيف من مخاطره؟ وهذا سؤال خارج عن سياق النص أو عن ما جاء على لسان الكاتب. إذن في نظركم ما هي أهم الطرق التي يمكن من خلالها أن نحد من خطورة الجفاف وأن نحارب هذه الآفة؟ الطرق عديدة جدا. مثلا نقول معالجة مياه البحر،
ترشيد استعمال الماء والتعامل الأمثل والإيجابي معه، وقد رأينا ذلك سابقا. لهذا دائما نربط موضوعنا هذا بالنص السابق بعنوان الماء والصحة، وقد رأينا ووقفنا على هذه المسألة، مسألة ترشيد استعمال الماء والتعامل الأمثل والإيجابي معه، اعتماد طرق حديثة للسقي كذلك، ثم مسألة مهمة جدا يجب ألا نغفلها، تنظيم حملات تحسيس والتوعية. إذن نمر الآن إلى أنشطة التطبيق اللغوي، وأول سؤال يتبادر إلى الذهن: اضبط الفقرة الأخيرة بالشكل التام. كنا سابقا قد ضبطناها وسنعيد ذلك مرة أخرى. إذن: وحين يجيء الجفاف لا يترك بيتا في القرية دون أن يدخله، ولا يترك إنسانا إلا ويخلف في نفسه أثرا معالمه واضحة، وإذا كان المسنون قد تعودوا عليه لفرط ما مر بهم من زمن قاسية أيامه، فالكثيرون غيرهم لا يقدرون على مواجهته بالتصميم نفسه، لأن الكميات القليلة من الحبوب التي توضع جانبا لتكون زادا يخفف من الجوع لا تلبث أن تتسرب أو تختفي، كما يتسرب ماء النبع أو كما يجف المجرى، وتبدأ بعد ذلك محاولات البحث المضنية طرقه عن خبز اليوم، وخلال هذا البحث تتراكم أحزان ومخاوف تظهر آثارها في وجوه الصغار وسهوم الرجال ودموع النساء. إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني: استخرج من النص جملا تضمنت نعتا وأتمم ملء الجدول التالي. إذن سنقف على الشواهد التي تضمنت نعتا، كذلك سنحدد المنعوت وهذا النعت، وكذلك سنحدد نوعه. وكما تعلمون فالنعت من التوابع، فالنعت من التوابع يرتبط أو يصف الاسم الذي قبله ويتبعه في الأمور الأربعة أو المسائل الأربعة التي تعرفونها: الحركة الإعرابية من حيث جنسه المذكر أم أو التذكير والتأنيث، كذلك من حيث التذكير والتعريف، ومن حيث العدد الإفراد أو التثنية أو الجمع. إذن الشاهد الأول الذي نجده في النص: هكتارات أرض عطشة. فلدينا هنا كلمة عطشة قد وصفت الأرض، إذن فالأرض هي المنعوت والنعت أكيد عطشة. إذن ما نوعه هنا؟ أهو رأينا سابقا بأن النعت ينقسم إلى قسمين: نعت سببي ونعت حقيقي، والنعت الحقيقي بدوره يتفرع إلى مفرد وجملة كذلك. إذن فعطشة هي كلمة واحدة، إذن فهو نعت حقيقي مفرد لأنه وصف كلمة واحدة قبله. الشاهد الثاني أيضا أو الجملة الثانية تتضمن نعتا: يخلف أثرا معالمه واضحة. يخلف أثرا معالمه واضحة، إذن فلدينا هذه الجملة هنا قد وصفت كلمة قبلها، إذن المنعوت أكيد أثرا، أما النعت معالمه واضحة، إذن معالمه واضحة. معالمه واضحة لو تمعنا فلدينا مبتدأ وخبر، إذن أكيد فالنعت هنا جاء جملة اسمية، إذن فهو نعت حقيقي أكيد. جملة أخرى كذلك تضمنها النص وتضمنت بدورها نعتا: تتولد في النفوس، كما جاء في النص تتولد في النفوس مشاعر تزداد غموضا، إذن مشاعر تزداد غموضا. لدينا هنا هذه الجملة قد وصفت الكلمة التي قبلها، إذن فمشاعر هي المنعوت، النعت تزداد غموضا أو جملة تزداد. إذن بما أن لدينا هنا فعل مضارع أكيد فالنعت جاء جملة فعلية، وبما أنه جملة فعلية إذن سنتحدث عن النعت الحقيقي، سنتحدث عن النعت الحقيقي. إذن نمر الآن إلى شاهد آخر أو جملة أخرى:
مر بهم أو ما مر بهم من زمن قاسية أيامه. إذا لدينا أولى المنعوت زمن النعت قاسية. ونوعه هنا لو رأيتم بأن هذا الجديد في هذه الجملة هو أن النعت هنا يصف اسما قبله ويرتبط باسم بعده كذلك، إذن فهو نعت سببي، فهو نعت سببي. شاهد آخر أو جملة أخرى أيضا نجدها في النص، لأن الكميات القليلة، لأن الكميات القليلة. إذن فالقليلة قد وصفت لنا الكميات، إذن فالمنعوت هو الكميات والنعت القليلة. ولو تمعنا جيدا في هذا النعت سنجده يتكون من كلمة واحدة، إذن فهو مفرد ونوعه أنه حقيقي، إذن نقول حقيقي مفرد. الملاحظة هنا هو نقول لأن الكميات، ولكم أن تجيبوا عن هذا السؤال، لأن الكميات القليلة، لماذا نجد هذه الكلمة هنا مكسورة ونجد القليلة فيها فتحة؟ ما جوابنا هنا أو في نظركم لماذا جاءت هذه الجملة على هذه الشاكلة؟ صحيح، لأن الكميات علامة نصبها الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم. نمر إلى جملة أخرى، لتكون زادا يخفف من الجوع. إذا لتكون زادا يخفف من الجوع، إذا فلدينا هنا المنعوت، هذه الجملة نعتت لنا ووصفت لنا اسما قبلها، هذا الاسم هو زادا، النعت يخفف من الجوع، وكما رأينا ذلك في الجملة الثالثة فيخفف فعل مضارع، إذا سنقول بأن هذا النعت حقيقي وقد جاء جملة فعلية. آخر جملة وآخر شاهد جاء في النص يتضمن نعتا ومنعوتا هو على الشكل التالي، تبدأ محاولات البحث المدنية طرقه. إذن فالمنعوت هنا لدينا هي محاولات البحث، أما النعت فلدينا المدنية وهو نعت شبيه بما وقفنا عليه في المثال الرابع، إذن فهو نعت سببي. نمر الآن إلى السؤال الثاني وهو يقول أتمم الجمل الآتية بنعت مناسب حسب المطلوب. إذا لدينا مجموعة من الجمل سنحاول أن نقدم نعتا حسب المطلوب. هذا فلاح، نود أن يكون النعت جملة، ماذا سنقول؟ إما أن نتحدث عن جملة فعلية أو جملة اسمية، لكم أن تختاروا ما شئتم. إذا نقول مثلا هذا فلاح يهتم بأرضه، وبذلك اخترنا أن تكون الجملة جملة فعلية. الجملة الموالية تشهد القرية فصلا، ونود أن يكون النعت نعتا سببيا، ماذا سنقول مثلا؟ والنعت السببي يجب أن يرتبط بما قبله وبكلمة بعدها أيضا. إذن نقول مثلا تشهد القرية فصلا مرتفعة حرارته، مرتفعة حرارته. يعجبني السائق، ونود أن يكون النعت مفردا، إذن ماذا سنقول؟ يعجبني السائق الماهر، يعجبني السائق الحذر مثلا. نمر الآن إلى الجملة الموالية، لا يلدغ المؤمن من جحر فراغ مرتين، ونود أن يكون النعت حقيقيا، وأكيد هنا يجب أن يكون مفردا، ماذا سنقول؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد، صحيح، إذن فواحد وصفت لنا ما قبلها، إذن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نمر الآن إلى المثال قبل الأخير، المواطن فراغ يلتزم بالتعليمات، والمطلوب هنا أن يكون النعت حقيقيا مفردا. من هذا المواطن الذي يلتزم بالتعليمات؟ لنحاول أن نعطيه وصفا يليق به، نقول مثلا المواطن الواعي، المواطن الواعي يلتزم بالتعليمات. إذا نمر إلى آخر مثال، لا تصادق إنسانا، ونود أن يكون النعت جملة اسمية، جملة اسمية من مبتدأ وخبر، نقول مثلا لا تصادق إنسانا أخلاقه سيئة، إذا لا تصادق إنسانا أخلاقه سيئة. نمر الآن إلى أسئلة أخرى متعلقة بالدرس أو الظاهرة اللغوية الثانية ألا وهي التوكيد.
إذن يقول السؤال: استخرج مما يأتي توكيدا وأتمم ملء الجدول. لدينا فقرة من خلالها سنقف على جمل أو شواهد تتضمن توكيدات. إذن وحين يجيء الجفاف، الجفاف لا يترك بيتا في القرية دون أن يدخله، ولا يترك إنسانا إلا ويخلف في نفسه أثرا معالمه واضحة. وإذا كان المسنون أنفسهم قد تعودوا عليه لفرط ما مر بهم من زمن قاسية أيامه، فالكثيرون غيرهم لا يقدرون على مواجهته بالتصميم عينه. إذن هذه الفقرة سنقف فيها على جمل تضمنت توكيدات. الجملة الأولى أكيد تجدونها في البداية: حين يجيء الجفاف الجفاف. إذن المؤكد وهو الذي يسبق التوكيد أكيد هو الكلمة الأولى الجفاف، الجفاف رقم واحد. أما التوكيد فهو الجفاف الثانية ونوعه. إذن لاحظوا معي أن الكلمة قد تكررت بلفظها، إذن فهو لفظي، إذن فهو لفظي. نمر إلى جملة أخرى، وحاولوا أن تبحثوا قبل أن تظهر الإجابة أمامكم. ابحثوا عن جملة تضمنت توكيدا، والتوكيد كما تعلمون ينقسم إلى توكيد لفظي ومعنوي. الجملة الثانية: كان المسنون أنفسهم. إذن فكلمة أنفسهم قد أكدت الكلمة التي قبلها، إذن فالمؤكد هو المسنون والتوكيد أنفسهم، وهنا نتحدث عن توكيد معنوي. آخر جملة تضمنت توكيدا هي ما نجد في الأخير، في آخر هذه الفقرة: على مواجهته بالتصميم عينه. إذن فالمؤكد أكيد التصميم، التوكيد هو نعم صحيح عينه، ونوعه هو شبيه بما وقفنا عليه في الجملة السابقة. إذن نتحدث عن توكيد معنوي. نمر الآن إلى سؤال آخر، وهو يقول: اجعل ما يلي توكيدا في جمل من إنشائك. إذن لدينا مجموعة من الكلمات سنجعلها ونراعي طريقة أو حالة إعرابها ونجعلها توكيدا في جملة مفيدة. فمثلا لدينا كليهما، ماذا سنقول لكي نجعلها أو كيف نجعلها توكيدا في جملة مفيدة؟ نقول مثلا: نعلم أن الماء والصحة كليهما تربطهما علاقة قوية. نعلم أن الماء والصحة كليهما تربطهما علاقة قوية. كلمة جميعهن أو التوكيد جميعهن كيف نجعله توكيدا في جملة مفيدة؟ ماذا سنقول مثلا؟ نعم صحيح، النساء جميعهن مكرمات في الإسلام، النساء جميعهن مكرمات في الإسلام. كلمة الوباء كيف نجعلها توكيدا في النص؟ نعم صحيح، أو توكيدا في جملة عفوا، أكيد عن طريق تكرارها. فنقول مثلا: تفشى الوباء الوباء في أرجاء العالم، تفشى الوباء الوباء في أرجاء العالم. كلمة أو التوكيد كلتاهما ماذا سنقول؟ ولاحظوا معي أن هنا يجب أن تكون مرفوعة، يجب أن تكون هذه الكلمة مرفوعة. ماذا سنقول؟ التلميذتان كلتاهما مجدتان، التلميذتان كلتاهما مجدتان. الأمر نفسه ينطبق على الكلمة الموالية الاهتمام، وهي شبيهة بالوباء. إذن ماذا سنقول؟ لا تنسى الاهتمام الاهتمام بمتابعة دروسك عن بعد. إذن لا تنسى الاهتمام الاهتمام بمتابعة دروسك عن بعد. نمر الآن إلى آخر كلمة، ألا وهي نفسه أو نفسه أو نفسه. إذن فلستم هنا مقيدين بشكل هذه الكلمة، اختاروا ما شئتم، إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. فنقول: حافظ على الأداء نفسه الذي كنت تتبعه في المدرسة. إذن نمر إلى السؤال الموالي، حول الجملة التالية إلى الجمع المؤنث. والجملة كما ترون: إن المواطن المغربي نفسه واعٍ بالتعليمات الصحية. إذن لو أردنا أن نحولها إلى الجمع المؤنث ماذا سنقول؟ نعم صحيح، إن
المواطنات المغربيات أنفسهن واعيات بالتعليمات الصحية. نمر الآن إلى آخر سؤال وهو خاص بالإعراب. أعرب أو أعربي الجملة التالية إعرابا تاما، والجملة هي: إن المواطنتين المغربيتين نفسيهما واعيتان بالتعليمات الصحية. إذن كما جرت العادة نعرب كل كلمة على حدة. إن ناسخ حرفي، مواطنتين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، المغربيتين نعت حقيقي منصوب تابع لمنعوته وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، نفسيهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واعيتان خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، بالتعليمات الباء حرف جر، التعليمات اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره، والصحية سنعتبرها نعتا حقيقيا مجرور تابع لمنعوته وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبذلك نكون أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات قد أنهينا حصة التطبيقات الخاصة بالظاهرتين اللغويتين النعت والتوكيد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.